إذا سنفتتح هذه الأشغال. الرهانات عندنا قضايا كنشتغلوا. اليوم نؤسس الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، وهي شبكة مكونة من أساسا بمبادرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وشركائها من جمعيات مدنية ومحامين وحقوقيين ومهتمين وفاعلين في مجال ديال الهجرة. هذه الشبكة جات أساسا لكي تجيب على قضية من القضايا الكبرى التي تعيشها اليوم البشرية ككل، ليس فقط المغرب ولكن على مستوى المغرب. نلاحظ أن رغم يعني التصريحات التي أعطيت في هذا المجال من طرف يعني المسؤولين في الدولة، ولا من يعني اعتماد سياسة جديدة للهجرة فيها تسوية ديال الوضعية ديال المهاجرين، كيبقى احنا كنسجلوا بعد أول على المستوى النقابي أن حقوق ديال العمال المهاجرين غير محترمة، بمعنى خص واحد المجموعة ديال الإجراءات وديال التدابير اللي خصها تدخل في القوانين وتدخل في مدونة الشغل، وكذلك على مستوى يعني الوضعية الإنسانية ديال المهاجرين. وحنا اليوم كنتابعوا ما وقع سابقا في الشمال وما يقع اليوم في الدار البيضاء. اليوم 20 يناير 2023، نحن بالمقر المركزي النخيل للكونفدرالية الديمقراطية الشغل، كاين جمع عام لتأسيس الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب. هاد الشبكة دايرينها مع مجموعة ديال الفاعلين اللي هما أعضاء، كاينة جمعية جسور وجمعية اتحاد العمل النسوي، ومعنا أستاذ محامي وصحفي إلى غير ذلك، وهي شبكة ستبقى مفتوحة لجميع الفاعلين لتتقسموا معنا نفس التوجه. فهاد الشبكة هذه تأسست هي رقم 43، لأن كاين 42 شبكة إفريقية، ونحن نشتغل داخل الشبكة النقابية الإفريقية للهجرة، ونشتغل كذلك بشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات في إطار برنامج عمل يمتد من 2022 إلى 2024. وهذا البرنامج عمل في واحد مجموعة ديال 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 المحاور اللي اتفقنا عليها في دكار في 2021، وحنا ملزمين بتطبيق هذا البرنامج العمل اللي في الخطوط العريضه ديالو اولا تاسيس الشبكه، ثانيا انشاء برنامج للتكوين بالنسبه للاعضاء ديال الشبكه، والتكوين وتاطير المهاجرين داخل النساق النقابي، لانه الفعل النقابي هو حاضر، فهمتي؟ لان اصلا نشتغل مع الاتحاد الدولي للنقابات، اذا الفعل النقابي حاضر ولكن بتفرعاته، لان الهجره غنأطروا الناس اللي خدامين، ولكن هناك نساء واطفال وهناك شباب، هادو عندهم حاجيات مدققه، وحنا الدور ديالنا هو الترافع، نترافعوا على المهاجرين على المستوى القانوني. تغير القانون 023 هذيك السلبيات اللي فيه خصها تحيد، وسن قانون للجوء داخل المغرب، وسن مجموعه ديال القوانين اللي تهتم بالمجال ديال الهجره.